النهاردة بولا وكلب الجديد هيتقابلهم لأول مرة. اقول على اسمك هلا، اقول على اسمك الجديد. انت ده حيوان، انت هلا مش بكلمك، الناس عايزه تعرف اسمك دلوقتي. اقول عليه هلا، عامل ايه؟ هتشوف بولا النهارده؟ انا خايف لا تعضاه والله، وبولا دلوقتي حامل، فانا يعني مش عارف. بولا يا بولا يا بطه، تعال تعال بولا يا خزر، تعالي 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 بطة، تعال يا حبيبتي يا بولا، يا حبيبتي عامل ايه؟ وحشتيني والله. عامل ايه؟ هتطلعي تشوف الدكر النهارده ولا هتضربيه ولا هيضربك ولا هيبقى الدنيا عامله ايه معاك؟ يلا بينا، يلا اخواتي وحبايبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا جدا. فيديو جديد مع فيديوهاتي، فيديوهات عاصم هنيدي وبولا وحكاياتنا وقصتنا في مزرعتنا. طبعا كلكم شفتوا الفيديو الاخير بتاع الكلب الجديد اللي انا جبته في مزرعتي، والنهارده هنخليه يقابل بولا وترى ايه اللي هيحصل ما بينهم هما الاثنين. وانا سميته اسم جديد بس هقول لكم عليه. طبعا الفيديو اللي فات انا قلت انا مش عارف اسميه ايه، واسامي كتير ونفسي اسميه اسم قريب من بولا. طبعا جالي تعليقات كتير على الاسامي، وكل واحد بيقول الاسم اللي بيعجبه، وانا الاسامي كلها وكل الناس اللي علقت على راسي من فوق، بس انا اخترت اسم معين يكون قريب من بولا. واكتر اسم جالي وكان اسمه مميز واسم عجبني جدا كان اسم بوتشر، وطبعا بوتشر غالي علينا كلنا، بتاع اخويا وحبيبي وصديقي احمد عمر صاحب كلب بوتشر. وان شاء الله هجيب جار ورد من عمر احمد باذن الله، واكيد طبعا كلكم عارفين عمر احمد غني عن التعريف، هجيب منه جار ورد وهسميه بوتشر قريبا باذن الله. طبعا كان كلب جامد جدا، بس انا دلوقتي عندي مشكله ان انا مش هعرف اسميه الكلب بتاعي الجديد بوتشر، لان بوتشر ده كان حاجه جامده كده، كان عظمه، حاجه كده عظمه، كان حلو قوي وانا كنت بحبه. فخلاص بقى الكلب مات، انا هقول لاحمد يجيب لي كلب رد وهسميه بوتشر، لكن ده مش هينفع لان ده طبعا بلجيكي على قد مستواه، فمش هينفع نسميه بوتشر، احنا هنسميه اسم يمشي مع بولا عشان يبقوا متطابقين مع بعض. وشكرا لكل اخواتي وحبايبي اللي واقفين في ظهري وبشجعوني دايما وبشجعوني ان انا اجيب كلاب جديده. وخلاص وصلنا ل 200 الف بدعمكم، وان شاء الله هنوصل ل 300 قريبا. اهم حاجه تابعني عشان يوصل لك كل جديد، وما تنسى كل حاجه خاصه بيا هتلاقيها في صندوق الوصف، فيس، انستجرام، تيك توك، كل حاجه موجوده. تابعني عشان تشوف كل جديد، بنزل لك شورتس جميل قوي هيعجبكم، وعشان تشوف الفيديوهات الحجوب كلها تنزل هناك. يلا بينا نتفرج على بولا ونشوف رد فعلهم ايه اما يتقابلوا مع بعض، وربنا يستر. طبعا بولتي دي بولة قلبي، لو الكلب الجديد ده اكلمها لان كريستينا حامل، انا ممكن اصلا اموته. انا ما اعرفش انا بتكلم على ايه. طبعا انا اشتريت كلب جديد ونزلت الحلقه بتاعته، اخر فيديو عندي، ممكن تقدر تخش تشوفه. وطبعا ما كنتش عارف اسمي ايه، وطلبت من الناس كلها تخش التعليقات وتكتب لي اسم كلب، وطبعا اسامي كتير كتير كده وكلها اسامي جميله جدا جدا جدا، بس انا كان نفسي اختار اسم يمشي مع بولا، واخترت اسم زعبولا. يلا نشوف زعبولا. هذا زعبولة، هلا. وده زعبولة، انت اسمك زعبولة خلاص من النهاردة. ماشي يا زعبولة، هنروح نجيب بولة دلوقتي ويا ترى هتعمل معاها ايه؟ ربنا يستر بقى، مش عارف ايه اللي هيحصل. طلع بولة دلوقتي ويا ترى الكلبين مع بعض هيتفاعلوا مع بعض ولا هيضربوا بعض؟ وربنا يستر، لان انتوا عارفين ان كريستينا حامل، فربنا يستر. تعالى بولة يا بولة، عامل ايه يا بولتي؟ تعالى تعالى يا بطة، تعالى 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 تعالى. هاي طبعا بولا محترم، شوف راحه فين، شوف راحه فين. دي بقى بولتي محترمه، دي مش في حته انا باسمي. شوف التاني عادي يتنطط ازاي اول ما شافها، طبعا هربطها في السلسله واخليه يشوفها قبل ما تشوف هو هيعمل ايه. طبعا اول حاجه انا هسيب بولا وهنشوف رد فعلها ايه، وهرجع اسيب زعبولا وهنشوف رد فعله ايه، وبعد كده هرجع اسيبهم الاثنين مع بعض وربنا يستر. تعال شايفين يا جدعان، يا نهار ابيض يا نهار ابيض، بولا خايفه منه، بولا خايفه، يا نهار ابيض، شوف بيعمل ازاي. يلا خش له يا بولا ما تخافيش، خافش يا سين ابوك في ضهرك، عدي عايز يرجع ورا انت، خش له يا بولا ما تخافيش. طبعا انتوا شفتوا الكلب المجنون بيعمل ازاي على بولا، انا خايف لو اتدخله عليها ممكن ياكلها ولا يموتها. وبعدين بولا كريستينا حامل، ولو بص لها بس بعينين كده الاثنين ممكن عندي استعداد اشيل الكلب ارميه من فوق. ده بولة قلبي، ده انا بقالي سنتين بربيها علشان اللحظه دي، فانت تيجي في الاخر تعمل لي كده عايز تضربها، ربنا يستر. فانا دلوقتي هدخل بولا بيتها واشوف رد بقى فعل الكلب الجديد لما اسيبه، هيروح عند كلب بيت بولا ولا هيعمل ايه، هنشوف مع بعض. يلا يا بط، ايه حلو، تعال يلا خش البيت، تعال
تعالي يلا خش جوه، تعالي تعالي خش جوه، تعالي بولا خش جوه. شطوره، شوف المحترمه بتسمع الكلام ازاي. شوف دي انت 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 بولة قلب، عرفت بقى انت بولة قلب ليه؟ تعبانه قوي. يلا انطلق. ده الباب مالكش دعوه بالباب، مالكش دعوه. شوف خد، ايوه شوفوا يا جماعه، والوقت قاعد بيشمشم. راح عند الناس وعند الاوضه بتاعت بولي وقاعد بيدور عليها. تعال هنا، خش جوه خش جوه خش. تعال، هو عايز يعمل ايه؟ كبيره ابعد عن الباب. يلا ولا زعبول، يلا ولا. شوف يا جدعان قاعد يشم في الارض، مكان بولة ومكان حركاتك، مش عارف هو عايز ايه من بولة. والله العظيم انا خايف اسيبهم الاثنين على بعض، ده ممكن يموتها ولا يعمل فيها اي حاجه. ولا تعال تعال كده من عندي، خد تعال خد. ولا زعبول، تعال ولا مش وقته، يلا خلص يلا انت بتعمل. تعال ولا زعبول، زعبول والله العظيم زعبولة، ده بين محتل خالص ولا هو معانا، واحنا اللي في كوكب تاني وهو في كوكب تاني خالص. يلا يا عم روح. انا دلوقتي يا جماعه سايب زعبولة على السطح وهخرج له بولة، اما نشوف هيعمل معاها ايه. خرج بولة دلوقتي، طبعا شايفين حازم واقف بالدكر هناك اهو، وانا دلوقتي هخرج بولة هتتفاجئ. تعالى بولة اخرجي. اه شوف 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 شوف، اه خد بولة، سيبه يا حازم سيبه. ولا بس 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 بس، خد حازم صور كده عشان بس بس. ولا بس بس، تعال هنا بس يا بني اهدى بس بس، تعال خد ولا تعال بس العبوا مع بعض. انا والله العظيم انا خايف بس. ايوه بس، انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا بتلفوا امريكانيات ليه كده؟ بس يلا ولا زعبول، يلا مش دعوه، عارف اللي انتوا بتعملوا ده. ولا بتهج؟ اه بقول عايز اتعب. ايوه ايوه لا لا خلاص انا لازم اتسوج، لازم سواج خلاص. دلوقتي بدأوا يحبوا بعض، ودلوقتي في قصه حب رهيبه هما الاثنين مع بعض. بقول لك يا ولد ما تجيب بص احسن، هتوحشني قوي.